وحدات الجيش تعزز تقدمها في الريف الشرقي لمدينة حلب وتستهدف الإرهابيين في دير الزور ودرع البلد. كازاخستان تؤكد أن الموعد المبدئي لاجتماع أستانا المقبل لا يزال في 14 و15 من آذار الجاري. أعضاء في المجلس الأعلى للقبائل الليبية يؤكدون أن سوريا تخوض معركة قومية للدفاع عن كرامة الإنسان العربي. النشرة الثالثة من الإخبارية السورية، سلام الله عليكم. تتقدم وحدات من الجيش العربي السوري في الريف الشرقي لحلب وتستعيد السيطرة على عدد كبير من القرى والبلدات. مراسل الإخبارية وليد هناية رصد المشهد العسكري في تلك الجبهة. تتسارع وتيرة العمل العسكري في الجبهة الشرقية لمدينة حلب. عمليات مكثفة استخدمت فيها قوات الجيش العربي السوري كافة الوسائط النارية، والدور الأبرز كان لسلاح الجو. عمليات أتت من عدة محاور قلص من خلالها الجيش العربي السوري المسافة التي تفصله عن مدينة الخفصة في ريف حلب الشمالي الشرقي إلى 9 كيلومترات، فيما يفصله حوالي 6 كيلومتر عن محطة ضخ المياه في ذات البلدة والتي تزود مدينة حلب. تقليص المسافة جاء بعد سيطرة الجيش العربي السوري على قرى أبو حنايا وأميال ورسم الدوالي إثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي ومقتل العشرات في صفوفهم. إلى ذلك دمرت وحدات من الجيش العربي السوري عدد من العربات المفخخة وطائرات مسيرة تحمل قنابل يستخدمها التنظيم التكفيري. هدف واضح بات للجيش العربي السوري أن يحققه بالوصول إلى مضخة الخفصة وإعادة المياه لمجاريها، وبذلك يتم تأمين مساحة كبيرة من الريف الشرقي لحلب. تتسارع وتيرة الأعمال العسكرية في الريف الشرقي من مدينة حلب مع اقتراب قواتنا المسلحة من مضخة الخفصة. مسافة 6 كيلومترات تفصل قوات الجيش عن خزان مياه حلب. وليد هناي، الإخبارات السورية، ريف حلب الشرقي. وفي دير الزور أعلن مصدر عسكري القضاء على عدد من إرهابي تنظيم داعش باستهداف مقراتهم وتحركاتهم بضربات الطيران ورميات المدفعية في تلتي صنوف الرواد ومعبر مظلوم والرجدية والبغيلية والصناعة وتلتي 17، كما دمرت وحدات من الجيش بورا لإرهابي جبهة النصرة واستعادت السيطرة على كتل جديدة من الأبنية في درع البلد. جولة على أبرز الأحداث الميدانية في هذا التقرير. تقدم سريع تحققه وحدات الجيش العربي السوري في مناطق عدة وتدمر مقار للتنظيمات التكفيرية وتحصينات لهم بما فيها من إرهابيين وأسلحة. ففي دير الزور خاضت وحدات من القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرادية اشتباكات عنيفة مع إرهابي تنظيم داعش في الأجزاء المتبقية من منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية للمدينة، وذلك وسط تقدم ملحوظ في المنطقة ذاتها بعد القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير عدد من الدشم عند تلة علوش. كما وجهت وحدات من الجيش ضربات مركزة على تجمعات لتنظيم داعش الإرهابي، قضت من خلالها على عدد من عناصره ودمرت آليات لهم عند مفرق منطقة الثردة جنوب المدينة. سلاح الجو بدوره نفذ عدة غارات على تحركات ومحاور انتشار الإرهابيين في منطقة المكبات والمهندسين ومحيط لواء التأمين الإلكتروني
وفي جبل الثردة وتلتي الصنوف والرواد وتلة 17 ومعبر مظلوم وحيي الرشيدية والصناعة وقرية البغيلية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير عتادهم الحربي وكمية كبيرة من الذخيرة. إلى درعا جنوباً حيث وسعت وحدات من القوات المسلحة نطاق سيطرتها بعد عمليات مكثفة على بؤر إرهابي تنظيم جبهة النصرة، وذلك بعد اشتباكات عنيفة استعادت وحدات الجيش خلالها السيطرة على عدد من كتل الأبنية في درعا البلد، كما دمرت دشمة رشاش ما أسفر عن مقتل طاقمه جنوب شرق جامع بلال الحبشي. وتوسع وحدات من الجيش العربي السوري نطاق سيطرتها في المزارع المحيطة بمدينة تدمر، لنتابع هذه المشاهد. أكدت الخارجية الإيرانية استمرار الجهود لعقد اجتماع جديد في العاصمة الكازاخية حول تسوية الأزمة في سوريا قبيل محادثات جنيف المقبلة. وكازاخستان تؤكد أن الموعد المبدئي لاجتماع أستانا المقبل لا يزال في 14 و15 من آذار الجاري. يحيى كوسة والتفاصيل. بين محادثات جنيف السورية التي حدد إطارها الزمني ومرتسماتها القرار الأممي 2254 وبين اجتماعات أستانا التي نجحت بفرز الإرهابيين عن المعارضين ومهدت الطريق أمام الحل السياسي في جنيف، تستمر الجهود الإقليمية والدولية بالاتجاه الصحيح رغم محاولات العرقلة من مجموعة الرياض ومشغليها. الدول الضامنة الثلاث روسيا وإيران وتركيا عاودت جهودها المكثفة من أجل عقد اجتماع أستانا ثلاثة بالارتكاز إلى ما تحقق في محادثات جنيف الأخيرة. وفيما كشف نائب وزير الخارجية الروسي جينادي غاتيلوف عن خارطة طريق لحل الأزمة في سوريا خلال 18 شهرا تتضمن فترة هدوء ودستورا جديدا وانتخابات، فقد أكد وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمنوف أن الموعد المبدئي لاجتماع أستانا المقبل لا يزال في 14 من آذار الجاري، وأشار إلى أن معظم المشاركين في جنيف راضون عن مسار أستانا الناجح، مضيفا بأن التشاور مستمر للبت في الموعد النهائي للاجتماع. طهران الضامنة أيضا لاتفاق وقف الأعمال القتالية أكدت بلسان المتحدث باسم خارجيتها بهرام قاسمي استمرار الجهود لعقد اجتماع جديد في أستانا، مؤكدا أن طهران تقدر كل جهد يبذل في مسار تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. إن هناك جهودا تبذل لعقد اجتماع جديد في أستانا حول تسوية الأزمة في سوريا قبيل انعقاد اجتماع جنيف المقبل، ونحن نترقب ما سيتمخض عن هذه الجهود. التصريحات الإيرانية والكازاخية جاءت وسط أنباء روسية عن أن 20 من آذار هو الموعد المحدد حتى الآن لإطلاق جولة جديدة من الحوار السوري في جنيف بناء على مقتضيات القرار الأممي 2254 والذي يعد أساس حل الأزمة في سوريا. ولا شك أن التطورات الميدانية المتسارعة على مختلف الجبهات ومحاور القتال في تدمر وريف حلب الجنوبي ودرعا ودير الزور ووضع حد لتمدد العدوان التركي ومرتزقته باتجاه منبج، كلها خطوات تعزز مسار الحل السياسي بما يخدم مصالح الشعب السوري الصامد ويرسخ مسار أستانا الذي يتحول مع الوقت إلى مسار رئيسي بضمانات روسية وإيرانية. أكد أعضاء في المجلس الأعلى للقبائل الليبية أن سوريا تخوض معركة قومية للدفاع عن كرامة الإنسان العربي ضد الإرهاب والتبعية. التفاصيل في تقرير تفيد أبو الخير. أكدت الدكتورة هدية عباس رئيس مجلس الشعب أن الشعبين العربيين في سوريا وليبيا يخوضان معركة واحدة، وأن الانتصار على الإرهاب هو انتصار مشترك بين سوريا وليبيا.
وأثناء استقبالها وفد المجلس الأعلى للقبائل الليبية، قالت عباس إن الأمل معقود على القبائل الليبية وعلى شعب ليبيا أحفاد عمر المختار في تحقيق النصر الكامل على تنظيمات الإرهاب والتدمير. أعضاء وفد المجلس الأعلى للقبائل الليبية أكدوا اعتزازهم بصمود سوريا الأسطوري وبطولات جيشها وشعبها، طالبين من سوريا الاستمرار في الثبات والمتابعة في مكافحة الإرهاب، لأنهم يعتبرون صمود الجيش العربي السوري قدوة لأبناء القبائل ويضعون أنفسهم في خندق واحد مع الشعب السوري. الوفود القبلية الليبية جاءت لتؤكد على امتداد الشعور العربي الوحدوي القومي الممانع للمخططات الإمبريالية والصهيونية في المنطقة، وتؤكد على دعمها لانتصارات سوريا ضد الإرهاب ومشاركتها في أي شيء تطلبه سوريا من أجل القضاء على الإرهاب في القريب العاجل، وأكدت أن الشعب الليبي مصمم وشكلوا جيشا باسم القبائل ليحارب الإرهاب في ليبيا وينتصر قريبا بإذن الله وتعود الوحدة العربية إلى ألقها السابق بإذن الله. نحن لا نستغرب من العشائر الليبية هالموقف الطيب الإيجابي الذي يعتزون بسوريا وبمواقف سيادة الرئيس بشار الأسد الذي أصبح هو رمز لكل عربي. فالعشائر الليبية عشائر أصيلة ونحن نعتز بهم. الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين استقبل بدوره الوفد الليبي الذي اقترح أعضاؤه إنشاء مكتب تمثيل دائم للمجلس الأعلى للقبائل الليبية في دمشق لتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين الشعبين الشقيقين. زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس سوق الحميدية في دمشق والتقى عددا من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية وأرباب المهن والحرف اليدوية. كل واحدة من منطقة أخذ دوما الثانية، أخذ بابيلا، أخذ دوما الأولى. أنا جايين تتسوقوا، كيف الأسعار؟ والله شايفين في تخفيضات، في تخفيضات، في تخفيضات، في أسعار على حتى الملبوسات الشتوية ولا الشتوية؟ أكيد أكيد الشتوية أكيد. يلا الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، شكرا لك، يعطيكم العافية. في دلالة على الأهمية التي توليها الحكومة لواقع الأسواق التجارية وحركتي العرض والطلب والتواصل المباشر مع التجار والصناعيين، زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس سوق الحميدية في دمشق والتقى عددا من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية وأرباب المهن والحرف اليدوية، وذلك بمرافقة الدكتور بشر الصبان محافظ دمشق وعدد من أعضاء مجلس المحافظة. واستمع المهندس خميس خلال اجتماع مع عدد من تجار سوق الحميدية في أحد محلات عرض المشغولات الشرقية الموزاييك. أنا حبيتك اليوم مر وفعلا طلعت على بداية من زيارة السوق على كل عناوين الفعالية التجارية برؤية أولية. اليوم أنا حبيتك أزوركم، بدي استمع منكم لعناوين وبدي أشرحكم أيضا شو رؤيتنا. نحن اليوم نحن منفتحين تجاه أبناء الوطن في الفعاليات الاقتصادية على الصعيد ابتداء من الحرفة الصغيرة وانتهاء بأكبر معمل، وسنكون شركاء معكم في إعادة فعالية الإنتاج بشكل كبير. أنا جاهز لأسمع منكم وفعلا جيت اليوم لألتقي بهالوجوه النيرة الطيبة. استمع إلى المشاكل والصعوبات والتحديات التي تواجه السوق التجارية بما فيها تقنين الكهرباء والجمارك، خاصة فيما يتعلق بالمشغولات الشرقية والمنزلية التي لا يمكن تقديم فواتير خاصة بها، والضرائب والبيان الجمركي ومكاتب شحن البضائع ومشكلة تحديد بوليصة شحن خاصة لكل اسم تجاري بشكل مستقل ومشاكل المالية والاستعلام الضريبي ومقترحاتهم حول الانتقال إلى حال أفضل في عمل الأسواق التجارية كونها المرآة التي تعكس واقع العملية الإنتاجية. ولفت المهندس خميس إلى الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإعفاءات من الغرامات والرسوم وتقسيط القروض التي تشكل فرصة لكل من يريد أن يعمل، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إنجاز مشروع قانون عصري للجمارك يتضمن رؤية محددة لما تنظره الدولة للكوادر العاملة في هذا القطاع. رئيس مجلس الوزراء أكد بأن الحكومة منفتحة على كل أبناء الوطن وخاصة التجار والصناعيين لدورهم المباشر في عودة الإنتاج الذي يشكل عراقة الشعب السوري وقوته. شو بتعانوا؟ شو مشكلة مصلحتكم الأساسية أنتم؟ هلا نحن مصالحنا بالنسبة لنا الألبسة الشعبية والألبسة الفلكلورية والكذا، يعني أغلبها هيك
بالإضافة للحمد لله في كم صايغ هون كمان فتحوا جديد يعني طعموا هذا جزء من السوق. هذا هون مدخل سوق الأرمام اسمه. تمام. هذا مدخل سوق الأرمام. نعم. طب انتم كل صناعاتكم في حدا بيصنع وبيبيع ولا انتم بتجيب بس تجار لا لا لا, لا في مصانع ومشاغل ومحطول مثل ورشات يعني ورشات ورشات وين ورشاتكم هلا بهالظروف صارت هلا الورشات اغلبها عم تاخذ بالاقوى بالابنيه الحديثه يعني بالاقبيه نقل يعني كذا لا الورشات شغاله تمام هي يعني بدايه الازمه شويه سنه هلا مشيت الدولاب دار هلا الحمد لله والامور يعني ما في معاناه بتامين البضاعه نهائيا أبداً. بس نحن بنتمنى موضوع الكهرباء يعني نحن بنقدر ظروف الحكومة تماما ما في عنا أي مشكلة بس ولكن يعني الأسواق التجارية لازم يكون لها شوية يعني وضع خاص تمام يعني شوية كيف تدلع إن شاء الله خلال سيادتكم شهرين القادمة بتصدروا شيء بضاعة مثلا يعني والله في نسب تصدير بس ضعيفة شوي ما مثل مع المالية مع الجمارك المالية الله يخلينا ما في يعني مشاكل مو كثير بس دائما التاجر والمالية مو صحبي أنا بدي أسمع بالنسبة لي أنا هون محلي سيادة كنت أدفع في السنة سيادة رئيس الوزراء كنت أدفع 20,000 ليرة مباشرة من 22,000 ليرة لل 230,000 ليرة هاي السنة سنويا طيب زيدوا ضعف ضعفين ثلاثين احنا موافقين بس 10 أضعاف هلا جتني 236,000 ليرة في تراكمات ما في تراكمات لا أبدا كل سنة بسنة بدفع هلا جتني 236,000 ليرة أول مرة أول مرة هي السنة أنت ولا كل الجيران لا كل الجيران رفعوها بس أنا رفع بس أنت زيادة أنا الزيادة في مش في شغلة ما طالما مو كل الجيران يعني رفعوها 236,000 في لك تفضل سمح لي مركز خدمة المواطن هلا خلال كم يوم رح نفتح بقلب المالية ببهو المالية ساوينا توجيهاتكم صار ببهو المالية هلا كم يوم بيصير مثل مركز مكتب عنبر هلا حكم عليه اخراج كيف والله شيء بيطيز على هذا شغله مرتب. التقى وزير الاوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد والوفد المرافق له مع رئيس الوزراء الداغستاني عبد الصمد حميدوف ووزراء الحكومة الداغستية في مقر رئاسة الحكومة في العاصمة محج قلعة وحضر اللقاء أيضا نائب رئيس الحكومة الداغستانية أناتولي كريبوف ووزير التعليم العالي شاهوف شاف شاه عباس وباقي الوزراء ورئيس الإدارة الدينية في جمهورية داغستان وتم تبادل الآراء والأفكار حول أفضل السبل لمنع تجنيد الشباب في الشبكات الإرهابية التي ترسلهم لتخريب وتدمير سوريا وحول العلاقات الدولية بين البلدين واختتم وزير الأوقاف زيارته إلى الجمهوريات الروسية بإلقاء محاضرة حضرها حشد كبير ضم الآلاف من الخطباء والأئمة وطلاب العلم في العاصمة الداغستانية تناول فيها الفرق بين الإرهاب والجهاد والدعوة إلى الإسلام بالأخلاق وشرح عن الحرب الإرهابية التي تعرض لها سوريا وأسبابها وتداعياتها ونتائجها. استقبل المفتي العام للجمهورية العربية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون وفدا من الجالية السورية في الكويت يضم رجال أعمال وأكاديميين. الدكتور حسون أكد أهمية الأخلاق في الظروف التي تمر بها سوريا مشددا على أن الحرب التي تشن على البلاد منذ 6 سنوات تزامنت مع نهضة كانت تعيشها على الأصعدة كافة سواء الصناعية أو الزراعية أو التجارية وهو ما دفع أعداؤها إلى استهداف بناها التحتية. في السياق ذكر المفتي أن الإرهاب استهدف العقول المتمثلة بالأكاديميين والعلماء والباحثين بالإضافة إلى البنية الاقتصادية السورية. من جانبهم حمل أعضاء الوفد في جعبتهم حزمة مشاريع استثمارية يعود ريعها بعضها لأسر الشهداء. يبقى الانتماء هو الحافز الأساسي ويبقى الصلة الأساسية بالوطن. الانتماء ليس بشعار أو كلمة أو قول، الانتماء هو أمر سلوكي وهو أمر يرتبط بالوجدان، فالمغترب هو ذلك الغصن الذي يمتد من وطنه إلى الخارج وبالتالي جذوره مرتبطة في وطنه سوريا. هناك مشاريع ومنها مشاريع خيرية تقدم لأسر الشهداء، ريعها راح يكون لأسر الشهداء، وهناك مشاريع أيضا تختص للمواطن السوري حصرا. نحن ما نطمح له أن يكون السوري هو من يعمر بلده. الخطط كثيرة وبدأ الباب يفتح على مصراعيه لعملية الإعمار في الجمهورية العربية السورية. أحببنا أن نكون نحن
أول الداخلين عبر هذه الأبواب لبناء وطننا أولا، وهذا شرف كبير. فما خربه الإرهاب وما دمره الأعداء لا يبنيه إلا أبناء الوطن. كاتب وصحفي بلجيكي سبق وزار سوريا ليوثق الحرب عليها يتحدث لمراسلة الإخبارية عن التضليل الذي تمارسه وسائل الإعلام الغربية بشكل ممنهج ضد سوريا، ويؤكد أنه يعمل بكل إمكاناته لفضح هذا التضليل. جودي يعقوب. بعد ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بات من السهل اللعب بالعواطف الإنسانية عبر رفض الأخبار بصور أو مقاطع ملفقة، أمر لم تدخره وسائل الإعلام الغربية ولم توفر أي أسلوب من أساليب التضليل لزرع الكراهية والأحقاد وإشعال الفتن في حملة موجهة ضد سوريا خلال تغطيتها الحرب فيها. ومن باب حرص سوريا على إيصال الحقيقة للعالم أجمع، ومن باب ثقتها بأن ما يحصل عليها هي حرب كونية هدفت تدميرها وإضعافها فقط، فقد أتاحت كل الفرص أمام الإعلاميين حتى يغطوا الأحداث الجسيمة التي شهدتها بلادنا خلال هذه الأزمة بطريقة موضوعية وجادة وغير منحازة. اسمي يانس وأنا صحفي، زرت سوريا مرتين. منذ عامين ذهبت إلى سوريا للمشاركة في مؤتمر Step Up for Syria الذي أقيم في مدينة دمشق، وهناك استطعت أن أسمع القصة من السوريين مباشرة. زرت دمشق ومعلولة وصيدنايا، رأيت حضارة عريقة وتاريخا عظيما، وبنفس الوقت رأيت كل ما فعلت هذه الحرب بسوريا وشعبها. عدت عام 2016 في رحلة ثانية إلى سوريا وكتبت كل القصص التي سمعتها بالإضافة إلى تجربتي في كتاب سيصدر هذا العام. يانس ديريكا هو كاتب وصحفي كان واحدا من الذين دخلوا إلى سوريا خلال فترة الحرب، وهنا ومن منزله في بلجيكا أخبرنا كل الحقيقة التي شاهدها ولمسها هناك. في البداية لم أكن أعلم الكثير عن سوريا، كنت أعلم عن الحرب الدائرة هناك وكل ما كان يجري عرضه على الوسائل الإعلامية، لكن بعد لقائي بأشخاص سوريين تعلمت أكثر عن اللعبة السياسية القذرة التي تلعبها تركيا والسعودية ودول الخليج الأخرى بالإضافة إلى الدول الغربية طبعا، وأن الشعب السوري هو الضحية الوحيدة والخاسر الوحيد في هذه الحرب. وأنا اليوم أحضر لأعود لزيارة سوريا مجددا، لقد وقعت في غرام سوريا وأضعت قلبي فيها، الأرض وشعبها رائعان وأشعر بالأسف للحرب الحاصلة هناك، وأتمنى أن نستطيع إيقاف هذه الحرب من خلال عرض الحقيقة. لذا فقد قدم الكثير من الشباب الأوروبي الباحث عن الحقيقة التي جاءت خلافا لما نقلته وسائل الإعلام الغربية من أخبار ومعلومات غير صحيحة وملفقة وكاذبة. الحقيقة السورية التي فرضت ذاتها على هذا الوجود دفعت بمثل هؤلاء ليتحدوا حكوماتهم ويفضحوا الدعايات الغربية التي سعت إلى تشويه حقيقة ما يجري في وطننا، وليؤكدوا وبشهاداتهم الحية بأن سوريا تحارب الإرهاب بدلا من العالم أجمع. جودي يعقوب للإخبارية السورية، أنتويرب، بلجيكا. تذكير بالعالم. وحدات الجيش تعزز تقدمها في الريف الشرقي لمدينة حلب وتستهدف الإرهابيين في دير الزور ودرع البلد. كازاخستان تؤكد أن الموعد المبدئي لاجتماع أستانا المقبل لا يزال في 14 و15 من آذار الجاري. أعضاء في المجلس الأعلى للقبائل الليبية يؤكدون أن سوريا تخوض معركة قومية للدفاع عن كرامة الإنسان العربي. النشرة انتهت برعاية الله وحمده.